ورحمة الله وبركاته شباب، اليوم جايب لكم سلسلة ماينكرافت البداية. بالبداية راح نجمع حطب، هاي الأجدار السوداء منه. طبعا راح تملون انتو، ما راح اطول عليكم على ما اجمع الحطب. فاصل وجل باك شباب، رجعنا لكم عقب ما خذينا ستاك ونص حطب. هسه نبني لنا بيت صغير صغير يعني. سوي البيت وراجع لكم شباب. باك شباب، رجعنا لكم، كملنا نص البيت وراح نكمل وياكم النص الثاني. طبعا شباب يمكن بالحلقة الثانية راح اروح للكهف ان شاء الله. يعني نسوي البيت ما علينا. شباب آسف على هذا الصوت، بس خلنا باك شباب. رجعنا لكم عقب ما كملنا البيت. هسه بنصنع لنا باب، نحطه هنا. صنعنا عنا أسلحة، سيف، بالقاكس، قطع شجر بالقاكس. هسه بنروح ندور كهف، ناخذ منه حديد وكل شيء. هاي الكهف شباب، بس اخذ منه حديد، عمود، اصنع لي فيل جاكس حديد، اكسر واخذ ايش اسمه الجمر، اصنع لي جمر هسه. شباب ادور الجمر وارجع لكم. رجعنا لكم شباب عقب ما لقينا الجمر. ناخذ الجمر عمود الشعلات يعني ضوء بيتي. طبعا الجمر نحتاجه. في الجمر هنا، طبعا مو بعيد عن بيتي هو هذا الكهف. شباب دقيقة وراجع باك شباب، رجعنا لكم وهسه نصنع ضوء البيت. حط لنا صندوق نحتاجه. طبعا هذا بيت هيجي، بس بعدين نكبر البيت. والحلقة الثانية ان شاء الله، الحلقة الثانية اقصد، العفو، اذهب للكيفينج
شباب وصلنا لنهاية الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.